سهرت هذه الليلة يسرنا أن نستضيف الفنان الأستاذ سالم راشد الصوري. أهلا وسهلا يا أستاذ سالم. مرحبا. يا حلو يا قرم يا اللي منور الحارة، يا حلو يا قرم يا اللي منور الحارة، ليه قطعتي زيارة وخليتي القلب محتار، ليه قطعتي زيارة وخليتي القلب محتار. أستاذ سالم، في أغنية يا مركب الهند يا أبو دقلين، هذه أغنيتك طبعا. أغنيتك. متى غنيتها؟ هذه غنيتها في سنة 52. 52. طيب في أغنية على غرارها، وهي قد تكون يعني حقيقة ما يعني الصورة قد تكون ما واضحة بالنسبة لنا، اللي بيغنيها المطرب أو المطرب محمد عبده. نعم. يعني هي هل هي أغنية أخرى هذه يعني أغاني خاصة فيه، ولا أغنيتك أنت هذه؟ هي هذه أخذ يعني الاسم فقط، مركب الهند أبو دقلين هذه. أخذ ك يعني عنوان لقصيدته. الموسيقى يعني أغنية، وما أخذ منها هو شيء. اللحن غيره شيء ولا لا؟ أغير في اللحن ولا نفس اللحن استعمله؟ لا، فيه خلط منه هو فقط، أخذ يعني كلمتين ثلاث كلمات منه، لأن يبوي مركب الهند أبو دقلين، فهي نفس القصيدة روحها هي دي مركب الهند أبو دقلين، فهو هذه مركب الهند أبو دقلين هناك يعني يقول أكتب على دفتك سطرين وهذه. زين، نحن نبي نسمع اللحن الأصلي وكلمات الأصلية. يحيى عمر قالق في زين، يحيى عمر قالق في زين، سالك بمن كحل عيانك ومن علمك يا كحيل العين، من الذي خضب ابنانك، من شكلك حرز في حرزين، من شكلوا لك ومريانك، عليش يا ناقش الكفين، أسألك بحسنك وإحسانك.